هات هيدا شوف. شو بدك تساوينا بكره باول يوم من هذا الشهر الفضيل؟ والله يا ابن عمي عم فكر ساوي شاكريه باللبن. شنو اول يوم من ايام رمضان؟ يعني هيك البياض واللبن بيوحي بالصحه والكرم والخير، ينعاد على الجميع يا رب. ان شاء الله رب العالمين يعيدوا على الجميع بالخير وبالبركه ويجعل كل ايامنا خير وبركه. امين يا رب العالمين. شوف الاولاد شو بحبوا ياكلوا. بحبوا ياكلوا شاكريه، كوسة بلبن، شيخ المحشي، وانا بجيب لك الاغراض كلها. هلا عليك، الاولاد بيحبوا اكلة شيخ المحشي اكثر. خلص اليوم شيخ المحشي، بكره شاكريه، بعد بكره الباشا وعساكر. بامر عيونك انا، بس وينك ابن عمي؟ ما تنسى تكتر الكوسايات واللبنات واللحمه، ها؟ ماشي؟ ما تاكليهم، خلص. بعد صلاة الظهر عبده بيجيب لك الاغراض. لك روح الله يرزقك، الله يرزقك ويعوضك كل برغوت بمليون. اللهم امين، عاوزة شيء؟ سلامة قلبك. يلا السلام عليكم. الله معك. عم يا ابو احمد بتسلمني على ابو صبحي، بتقول له هدول حقهم ثلاث مجيديات وبلا خمس قروش كرمال هذا الشهر الفضيل. الله خيرك. مهوني، الله معك. الله معك. معلم معلش اسالك سؤال. قل لي عبدو، قل لي. هلا ليش انت بشهر رمضان بترخص الاسعار؟ يعني انت عم تبيع براس المال تقريبا، يعني مالك عم تربح كثير. عبدو شهر رمضان شهر كريم، في رزق وخير. ولا تفكر انا اذا رخصت رح اخسر، لا بالعكس. انا كل ما رخص كل ما الخير بيزيد اكثر واكثر. اي والله والنعم بالله يا معلمي. وشكل هذا مرزوق، تاخذ الاغراض اللي وصيتوا عليهم، وبعدها عند السمان كمان تاخذ الاغراض اللي وصيتوا عليهم. هو معلم. وشك على البيت. هو الله معك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب. يا رب يا رزاق يا كريم يا رزاق يا ابن كريم. عمي قولي لي شو بدك ساوي لك اليوم طبخة على الفطور؟ ليش امبارح ما زاد من الفطور؟ والله يا ابن عمي الاولاد تسحرون قبل ما يناموا، مثل ما بتعرف بيضلوا هيك عم يشربوا عصير ومي. ايه صحتين وهنا، مطرح ما يسري يمري. لك اليوم ساوينا محاشي، رح ابعث لك الحباشات مع شغيله عندهم. ايه بس كترهم شوي ابن عمي. ايه ليش لا؟ بيزيد ما ينقص. الله يرزقك. غيره بدي اياك تجيب لي شوية فواكه. تكرم عيني. الله يكرمك. عاوزة شيء؟ سلامة قلبك. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، روح الله يرزقك. مور أمر جديد. ما يمر عليك ظالم، حط لي 3 كيلو من كل مور وشوية فاكهة وبعد صلاة الظهر على بعض شغيلة عبدو ياخذهم. مو على عيني. شو الظاهر عندك عزيمة؟ لا والله، ليش عم تسأل؟ يعني بركة طالبة بضاعة بتكفي عزيمة لحارة. سلامة خيرك عمي، سلامة خيرك، بس أنا بحب يزيد عندي ما ينقص. إيه ياكلوا، صحتين على قلبه. وقلبك، توصينا بشي؟ سلامتك. يلا السلام عليكم. سلام. يا الله يا الله يا الله. سلام. السلام عليكم ابو خالد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لك وينك لهلا؟ لك يخليها لربك. بسم الله ما شاء الله، هيك العجقه عند ابرجتي، ما صدقت شلون خلصت واجيت. الله يرزق ويرزقنا يا رب. امين. الله يرزق ويرزقنا يا رب. امين يا رب. طمني هلا جهزت الخلطه اللي قلت لي عليها؟ لك من ساعه عامل لك اياها. مسك يا رب. هي بتاخذها بتغليها 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 وبتصفيها بشاشيه بيضاء. ايه؟ وبتاخذ كاسة على الفطور وكاسة على السحور. بس وينا؟ ايه؟ خفف لي شرب المي والعصير على الفطور. ايه والله عم ينشف رينا. خود الله، الله يعوض عليك. الله يعزك. يا الله بخاطرك. مع السلامة. الله معك يا رب. يا جبار خواطر يا رب. مو معقول اللي عم بيصير. عم يشتري الطبخة للبيت بتكفي يومين لعيلة أكبر من عيلتي، وعم يزيد منا على الفطور خيرات الله، وتاني يوم الصباح بتقول لي صبحية ما زاد منها شيء. وين عم يروحوا بالأكل كله؟ والله بالرمضان كنت جيب أقل من هيك وتقعد عنا الطبخة يومين. المشكلة لو قال ساكنين قريبين علينا كنت عم قول إنه بتبعت لهم إياهم، بس إني ساكنين بعيد. خلاص رح صير جيب أغراض الطبخة على القد. عبدو مور معلم. روح لعند اللحام بتقول له بدل الكيلو بدنا نص كيلو لحمه،
وبعدين تروح لعند ابو مرزوق تخليه يحط كيلو كيلو من كل نوع، وبتاخده اللي عند معلمتك فريرة. هو معلم. يلا السلام عليكم. الله معك. لنشوف هلا شو بده يصير. اهلين عبدو. هاي الاغراض يلي وصيتي معلمي عليهم معلمتي، قال بتريدي شي غيره؟ ايه بس كانه الاغراض قلال. ايه والله معلمي طلب مني قال لهم، قال هدول بكفوا لطبخة اليوم. طيب ماشي حطهم هون على الباب هلا باخذهم. يلا. الله معك عبدو، مع السلامة. يلا بخاطرك. يا ربي دخيلك، شلون بدي دبر حالي هلا؟ خير ابن عمي؟ شبك حاطط الحزم بالجرن؟ شو صاير معه؟ اخ يا امرشتي، الشغل بالدكان صاير من سيء لأسوأ. والله وكيلك ما عم بيعبرش واحد. ايه بس يا ابن عمي، انت قلت لي انه باول الشهر قلت لي انك كنت تبيع باليوم عن شهر كامل. ايه مزبوط. كنا انا وعبده ما ندي شغل. فجأة وقف كل شيء، ما عاد بعنا شيء. لا خايف هاي البضاعة يعني تتجمع بهالمحل وتكسر ونخسر كل شيء. الله لا يقدر ابن عمي. مع انه عم بيع يعني اقل من السوق، انا ما بعرف ليه. شو السبب ما بعرف. انا بعرف ليش ابن عمي. بتعرفي ما تحكي احكي. ليك يا ابن عمي، انا من اول يوم برمضان كان شو يزيد عندي من الطبخ ابعتهم لجارتنا الأرملة ولادها اليتامى، وما كنت إلا خفت تزعل. ومن وقت اللي أنت بلشت تقلل الأغراض مع الشغيل عبدو، ما بعرف شو صار، يمكن مشان هيك. الله أكبر، الله أكبر، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لك أنا هذا هو السبب. لك ما تقلي لي، لك ما تحكي. والله خفت يا ابن حمي، خفت تتضايق. لك من شو تضايق؟ لك مشان هيك قلت البركة وقل الرزق. اسمعيني منيح، كل يوم بتساوي طبخة إلنا وطبخة إلهم، سبرن بسبرنا. شو بنساوي بتساوي لهم، عم تفهمي؟ ابن عيوني ابن عمي، وأنا هادي اللي بديها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هلا رايح لعند الدكان، وصي على كل شيء إلنا وإلهم. الله الله يرزقك يا أبرشتي. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، ألف الحمد لله. وبتحط اللي مثلهم بكياس لحال، ماشي أبو مرزوق؟ إيه مو على عيني، بس الظاهر عندك عزيمة كمان اليوم. أبو مرزوق شو بنا؟ ليه بتحب تسأل؟ لا لا ما في شيء، ما في شيء يعني. يعني بدي إياك يعني من تمساكت، خلاص بدك العنب ولا تقاتل ناطور؟ لا لا لا، بدي العنبات، أنا ما بحب المشاكل والخناق. خلصنا، مش عم أروح أشتري من عند غيرها. لا. شرف. يا الله يا الله يا رزاق. هاي لك يا سليكا. ماشي. شرفي معلمتي، وهي الاغراض يلي بعت لك اياهم معلمي ابو رجدي، وقال بيقول لك لا تنسي تحسبي حساب هون للجماعه. لا يا شو انسى ما انسى، اعوذ بالله. يلا بدك شي معلمتي؟ سلامة قلبك. يلا بخاطرك. الله معك. روح الله يرزقك يا ابو رجدي ويعوضك عن كل برغوت دفعته بحق هاليتامى يلي عم تساعده. أخي اسمه كرم هالرب، لك من قفاه الدكان صار عنده 3 دكاكين، الله يرزقه ويرزقنا يا رب. إيه الله يرزقه وعنا ما يتخلى. آمين يا رب. ابصر شو عامل لربه، خزيت العين بسم الله من عيني وعينه، لك الرزق عم يفوت عليه كفت. كل مين بياكل اسمته؟ الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا الله دخيل اسمك يا رب وكرمك، الله يرزقه ويرزقنا يا رب. آمين يا رب يا رب. دخيلك. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. ام رشدي اليوم اشتريت الدكان الخالص. الف الحمد لله. وهبت كل اجره للمحتاجين والمساكين اللي بالحاره. اخ يا ابن عمي روح، الله يرزقك كيف ما دبت وشك. الله يخلي لي اياكي ويحميكي، لولا رب العالمين ولولاكي ما عرفنا بهدول المساكين جيراننا.
ايه وانت كمان قلبك طيب والشور شورك والمال مالك، ولو ما بدك هذا الشيء ما كان صار. وليك يا ابن عمي، الخير بخير والثواب من جزاء العمل. قال لك شيء يا ام رشدي؟ امرني. رب العالمين بعت لي اياك يا اغلى هديه. اي والله لك الله يخلي لي اياك يا تاج راسي ولا يحرمني منك، والله يقدرنا على فعل الخير طول ما لنا عايشين. اللهم امين، يقدرنا على فعل الخير يا الله. اليوم مرق لعندي ابن الباشا. مين ابن الباشا ابن عمي؟ هلا ما عاد تعرفيه، فارس. فارس، ما شاء الله عليه الفارس، صاير شاب بياخد العقل. ايه سبحان الذي خلقه. الله يهني صاحبة النصيب. ايه والله الله يهنيها. ايه وليش هيك عم تطلعوا فيني؟ هذا مين هذا عم تحكوا عنه؟ هذا فارس ابنه للباشا، بإذن رب العالمين ها رح يصير صهرنا. عريس جديد؟ بس هذا يا بي مو مثله مثل غيره. ليش شو بيفرق عن اللي قبله؟ يعني هذا ما بنقول له لا. ايه ما تاكل هم تقبرني، ما تاكل هم. اكيد هالمره نازلي ما رح تقول لا. ايه وبركي انا قلت له لا. لما بدك تقولي لا بدك تشوفي وشي الثاني. بس يا ابي انا ما بدي. ما في بس، انا حكيت كلمه. تصرفي بعدي هيك. ليش عم تجاري لابوكي؟ لك هو بده مصلحتك يا مجنونه. اي انا ما بدي اتجوز. ايه على كيفك. ما رح اتجوز. يا لطيف شو شايف حاله؟ هلا لا تبلشي تطلعي علال بالشاب. هي ما بينطق، ما بينطق. لك انت شو عرفك انه ما بينطق؟ ما انا شفته. يخرب بيتك، وين شفتي؟ انا كنت راجعه من السوق، مارقه من جنب القهوه، بس هو كتر ما عم يعيط وقادر على شب درويش عم يتقاوى يا حرام. ما تقطو امي، ما تقطو. ايه مو على كيفك، هلا هيك انك شفتي ثواني كونتي فكره عنه للزلمه؟ شفته وما تقطو. واحد ما بدي اياه، انا ما بدي اياه. خبيتك مأواكي. ايه عمي، انا اجيت حسب الموعد مشان المحروسه بنتك. ايه معلوم معلوم. ام رايد جيبي نزلي وتعالي عندي. حاضر ابن عمي. باذن الله عمي، اذا اتفقنا انا حجيب اهلي ونطلبها بشكل رسمي. والنعم منك ومن اهلك، ومثل ما بيقول المثل يلي مثلنا تعول عنا، والسبع تنعم منك ومن ابوك. منك عمي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام. شرف ابني شرف. شو كنت عم تقول يا ابني؟ والله كنت عم اقول يا عمي انا اخترت ناسبكم لانه مستواكم من مستوانا، وكل واحد بيلبس من ثوبه، ولا مو هيك عمي؟ هي بلا مزبوط، والنعم منك ومن ابوك ومن اهلك. ايه بس يا سيد فارس، يلي ما بتزينوا عروقه ما بتزينوا خروقه. وبعدين بعدين رح نسوي لكم شو تشربوا؟ تشربوا شاي؟ يلا شاي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ابني. ما بدي يا امي. لك الشاب ابن عيلة. ايه ما بدي. لك معه مصاري كثير. ما بدي. بعدين حليوة بياخد العقل. ما بدي ما بدي. وليش ما بدك؟ لانه مو شايف من الدنيا كلها الا المصاري، شايف حاله مأنزع. ولا تفكري بده يتجوزني كرمال سواد عيوني، هو بده يناسبنا لاني بنت ابو رائد لاخواتي وبس. ايه وشو عليه؟ وشو فيها يعني؟ في احلى من النسب اللي بشرف. ايه وانا ما بدي اياه لهذا النسب، وما بدي واحد يتجوزني لا كرمال مصاري ابي ولا كرمال مصاريه. انا بدي حدا يتجوزني لانه بيحبني الي انا، مصاري ومن دون مصاري. ايوه والله انت شكله الذوق ما رح يمشي حاله معك، وتاري ابوكي معه حق. شوفي وليه طلعتي نزلتي هاي الجوازه بدها تصير، يعني بدها تصير، فهمتي؟ ان شاء الله يا حكمت، لك اهلي رح يجوزوني لهذا فارس غصب عني. ايه وانا شو فيني اعمل لك؟
خلصوا لك حوبه، ارضي بحظك ونصيبك. اي والله اللي صح لك ما صح لحدا، شو بدك انت غير جاه ومال ونسب؟ عيب الشوم عليكي. هلا اذا انت رفيقتي اللي بتعرفيني عم تحكي معي هيك، شو تركتي لغيرك؟ اه يخرب بيتك، يخرب بيتك شو نقوزيه يعني؟ هلا ازعلتي؟ ايه طبعا بدي ازعل، انه انت رفيقتي وبتعرفيني اني انا لا بتطلع لا على مصاري ولا على جاه، ومستحيل اخذ رجال بيطلع على هي القصص. انا بدي واحد يحبني لإلي لنفسي. وقال يا اخذ القرد على ماله، بكره بيروح المال وبضل القرد على حاله. والله قرد قلتي لي؟ طيب شو العمل؟ انت عم بتقولي انه هالمره مو مثل كل مره، واهلك مصرين على هالجوازه، شو الحل؟ ايه والله مصرين كثير، بس في حل. شو هو؟ انه يتقدم لي واحد اغنى من فارس ومعه مصاري اكثر. حبيبي من تحت الدلف لتحت المزره. حكمات، مو انت رفيقتي الوحيده وما الي غيرك؟ ما في اكهن واقوى منك وقت الجد؟ ساعدي شو؟ هلا انا هيك، انا هيك يا نصلي، الله يسامحك. هلا مو قصدي، بس ما الي غيرك تلاقي لي حل. الله يوفقك. ليلك حل، ليلك حل. لقيتها. ايوه شوية. انت مو قلتي انه لتخلصي من هاد فارس ابن الباشا لازم يتقدم لك واحد معه مصاري اكثر منه؟ ايوه انا لقيت لك هاد العريس. مينو هاد؟ يا ستي هاد رجال حليوة مثل القمر، ومرته يا لطيف توفت بالهوى الأصفر، ولا تركت له لا ولد ولا تلات. ايه ومعه مصاري ما بتاكلها النيران، وقلبه قلبه أبيض مثل التلج، وإيده هيك هيك ممدودة للخير. لك حكمات اعطيني المهم، انت منين بتعرفيه؟ هاد عزيز، وعزيز بيكون أخي. لك حكمات كل عمري بعرفك ما عندك أخوات شباب. لك يا حوبي انا ما عندي، هو اخي برضاع بزمانه، امه مرضيت قام رضعته مع اختي الكبيره وصار اخي برضاع. ايوه يعني هو اخوكم وعايش معكم؟ ايه. لك لا شو عايش معنا، امي تكفلته ولما اجوا اخواله راحوا ربي معهم، بس كل مده ومده بيجي لعنا وبشق علينا وبشوف شو بدنا، لانه ما نسيها، ما نسي فضل امي عليه بنوب بنوب. طيب يلي ما بيجي معك تعمعه، فهميني هذا عزيز شو دخله بقصتي مع ابن الباشا؟ لك شبكي شبكي، فتحي لي مخك. هلا منروح لعند عزيز ومنحكي معه ومنقول له يجي حتى يتقدم لك عريس. لك حكمة لا تجننيني، انا قلت لك ما بدي اتجوز بنوب. لك بعرف بعرف انك انت ما بدك تتجوز، ان شاء الله عمرينك ما تجوزتي، بس نحن منتفق معه على ملعوب. لك انت ما بدك تخلصي من هاد فارس ابن الباشا؟ ايه. وانت شو عرفك انه رح يرضى؟ الكبير ده خلص طلعي انت منه للسيره، هو اخي الكبير وبيدللني كثير وما بيرفض لي طلب. خلص شو بدك انت؟ والله ما فهمت عليك يا حكمات. لك شو القصة؟ شو القصة؟ قال للفهم يعني أخي، أخي ما بدها شي سيرة، بتروح وبتتقدم لها لهالمخلوقة على أساس بدك إياها، بس لحتى نخلص من عريس الهنا اللي متقدم لها. لا يا أختي، بدك يعني يكذب؟ علي أخي ما علي، كذبة بيضة ما بيأثر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب بركدا أهلها ما وافقوا. بيوافقوا أخي بيوافقوا، أنت شو بدك من كل هالسيرة؟ خلاص بس طفش عريس الهنا منفض قصة، ويا دار ما دخلك شر. لك شو شغل هالولدني هاد؟ لك أختي ما بيصير، بعدين يعني عدم مؤاخذة أنا ما بدي أتجوز بعد المرحومة مرتي. إيه ولا أنا قاتلة حالي على الجواز، حكمة عم تقلك إنه ملعوب، ولا تكون مفكر إني رح جن عليك يا بعدي. ما شاء الله رفيتك لسانها بسبع شطلات وعصبي ما كان، اذا بتحب تجرب. شبكون شبكون، طولوا بالكم يا جماعه ما وصلت لهون. شبكي انت شبكي اخي حبيبي، نحن قاصدينك بخدمه، بقى بدك تخدمنا وتساعدنا على عيني وراسي، ما بدك خلص قلنا لا وخلينا نتيسر. ايه وبلكي انكشفنا. بدك الناس تجيب معدلي بالسوق، ولك انا ما في ابن مره بيقدر يجيب معدلي بكلمه واحده. لا يا اخي لا، بسلامه قدرك وقيمتك، بس يعني يا أخي أنت بترضى أنه صبية صغيرة تتجوز جوازة غصبا عنا لواحد طماع ما عنده أخلاق؟ لا ما برضى أكيد، بس خلينا نفكر بحل تاني. مثل شو؟ أنا بحكي مع أبوها
وبصفتك شو يا بعدي؟ امشي حكمك، هذا اخوك ما انه فهمان شيء، امشي خلصيني. خلاص خلاص طولوا بالكم، شو صار لكم؟ وحدوا الله. ليكي اذا ما اجيتي معي رايحه لحالي. ها بعدي حكمت. انا موافق. شوف يا ابني يا عزيز، انت صرت جاي لعنا مرتين بخصوص بنتي نظلي. بصراحة والسبع تنعام منك، انت رجال صغرت ومعدل وما في منك. بس حابب اقول لك انه البنت عم ينحكى فيها، ومشان هيك عمي ابو رائد، انت كبيرنا ومقام والدي. أنا جيت لعندك طلبت إيد بنتك بالحلال على سنة الله ورسوله، بس بما أنك عم تحكي بالأصول والشرع برأيي لازم تسألها بالأول للبنت إذا بتوافق علي ولا لا، بعدين لكل حادث حديث. مظبوط، عداك العيب. عن إذنك، إذنك بعد عم شبك تقبرني؟ شو مشغول بالك؟ مرق لعندي فارس. شو قال لك؟ قلنا له ما في نصيب. ايه وحكى شي يعني؟ لقيته هيك خاطره مكسور، قال لي شو ناقصني انا؟ طبطبت عليه وراضيت خاطره. يلا بسيطة تقبرني. بكره بيتجوز وبينسى وبصير عنده اولاد، خيلك. بس والله هذا الشاب لقطه. وكمان خطيب بنتك لقطه. ايه ما شاء الله مليان ومنتلي. بعدين بكفي انه هي موافقه عليه. لك انا هذا اللي مجنني. على اساس بنتك لا بتحب المصاري ولا بتحب تتعاطى بالمصاري. ليكو اجى الغني دغري وافقت عليه. ايه معلش تقبرني. بكون قلبي ارتاح له. ايه ما بتعرفها لبنتك. ايه ما حدا بيفهم شو في براسها. يا ستي مهم تكون مبسوطة والشاب ابن عز، يعني توبنا من توبه. لك صحيح مرقت لعند عزيز حكيته مشان كتب الكتاب؟ وهذا التاني كمان مجنني، كل ما روح لعنده بيقلي اليوم وبكرة اليوم وبكرة. اليوم مريت لعنده على المحل وحطيته تحت الأمر الواقع، قلت له الخميس الجاي كتب الكتاب. اي تمام تقبرني. اعمل زينة العائل، شرب شاي كله بيبرو. عم البنات للممات. معلش تقبر. شو يعني؟ يعني لازم تروح لعند أبي على البيت وتقول له أنا ما عاد بدي البنت. وليش؟ شلون يعني ليش؟ أبي عم يقول لك كتب كتابنا الخميس الجاي، يعني بعد أربعة أيام. بدك نفسخ؟ عمي أبو رائد لا تأخذني بهذا الكلام اللي جاي لك يا من هلأ. المحبة ما بتنشرها بالمصاري، المحبة بتنزرع بقلب البني آدم. خلي بنتك تاخد اللي بتحبه، بالأخير هذا الشيء لا عيب
ولا حرام، لأنه قدوتنا بالحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان يحب فنياله، نياله اللي بيحب وبينحب. السلام عليكم. عزيز أنا موافقة هالمرة عن جد. فهموني شو عم يصير. تساي لحالك لك أختي بالزقاي. أنا ما عندي مكان روح. يعني أنت مو من الحارة؟ لا أنا من دومة، ما لي كم يوم جاي لهون على الحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اسمعي أختي، اسمعي هالكلمتين اللي حلك يوم بتنامي عندي بالبيت وأنا بدبر حالي إنه هلا لاقي لك حل. فأنت شو قلتي؟ والله شاهد على كلامي أختي، صبرك بصبر أختي. تفضلي. وصلنا على البيت. البيت دروشان، ما في شيء من قيمتك. خير 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 اختي خير. شبك؟ ما بعرف، يمكن لانه مو اكله من الصبح. يا باطي مو اكله؟ فوتي فوتي تعالي اختي، فوتي انا رح اروح ادبر لك اكله. تعالي يا البيت بيتي، فوتي اعملي اللي بدك اياه. شرفي شرفي ما بطول عليك، انا رح اجيب لك اكله واجي. خلصي ولا بقى؟ تعني يا واطي. خلص بقى. بيتك يخرب، يخرب بيتك انتي لك. لك ولا ايه؟ عيطني. وابوك. مشان مشان الله اعطيتني. روح من هون احسن ما ابرك من ارضك. حاضر امرك. يلا. ابرك ابرك.
كتر خيرك يا أخي، كتر خيرك، ما بعرف شو بدي أتشكرك. شو عم حكي لك أختي؟ شو عم تحكي أنت؟ نحن ما عملنا غير الواجب. لوين طريقك؟ على حارة الطاحونة. يعني نفس طريقي. بدك تجي معي؟ والله يا ريت. توكلي على الله أختي، يلا توكلي على الله. ستري منيح أختي. يا رب. أنت متأكد أن الحكي صفات؟ رح يا نظمي بين، أنا شفته بعيني اللي بدي أكل الدود. أنا ورجيهم، أنا بعرف شغلي معاه ومعه. لك مسيك مسيك، والله بتستاهل أنت على الخبرية الحلوة هي. مسيك كتر خيرك نظمي بيك، بدنا خدمة أحرس. سهلين سهلين، الله معك. إيه بيت أخي، وصلنا كتر ألف خيرك، ما قصرت. خير الله وخيرك يا أختي، شو الحكي؟ أمانة الله إذا لازمك شي دمعة مي نروح بجيب لك. الله يجبر بخاطرك. لا أختي ما بدي غير سلامتك. أنا بصراحة جاي لهون لدور على أختي وهي طالعة من دوما، إذا حالي بلكي بلاقيها بهالحارة. الله يجمعك فيها يا رب، بس الله يخليك دير بالك على حالك، ما تنسى أنك قاتل اثنين من رجال الضابطية، والله بيكونوا هلا قلبين الحارة عليك. وكلي الله أختي، وكلي الله. روح الله يحميك يا رب. اللهم آمين. السلام عليكم. وعليك السلام. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا رب. متأكد من الحكي؟ متأكد سيدي، أنا سمعته عم يحكي مع بنت الزعيم إنه قاتل اثنين مصابطية. وهلا هو وينه؟ سيدي تركته بالحارة عم يدور على أخته الهربانة من دوما. كمان أخته هربانة؟ إيه سيدي. طب قاعدة عنده لمقوصة، أنا ورجيها. وينه هذا؟ وينه؟ وينك ولا؟ وينك يا عطار الزفت؟ وينها؟ وينها هي؟ وينها؟ روق عمي، روق لا تضوج، الله يرضى عليك، انت زلمة كبير بالعمر وأدبي. لا سيدي ما بده يروق، ما بده يروق. لك انت شلون بتخطف البنت يا قليل الشرف والناموس؟ شلون؟ هو ما خطفني، بالعكس حماني من ولادي الحرام. تركتي بيتك لحتى تجي تعدي عند هالأزعار يا عايبة؟ اسمعي هالكلمتين وحطيهم بأدنيك كتير منيح. أول شغلة أنا مالي أزعى، وتاني شغلة هي البنت اللي عم تحكي عنها مالها عايبة. وأنت شو بتكلها حتى حاوية عندك؟ أنا بكلها أنه بدي خلصها من الظلم اللي عايشة فيه. البنت حكت لي كل شيء، وقالت لي إنكم بدكم تبيعوها كرمال جوازة. أنت ما دخلك، لا تدخل شيء ما بيعنيك، تعي لهون ولا لك. رجع على ورا. ما بدي روح معكم، حار زلة وإهانة وضرب منك ومن بنتك. والله بتستاهلي اكثر من هيك يا عايبة انتي. لك انتي بدك كسر راس انتي. اسمع، ايش كان بتفكر انك تمد ايدك عليها؟ لح اكسر لك ايدك وعلقها برقبتها. بدي اكسر راسها وراسك ورجي شرح لك. شو هاد؟ لشو العياط؟ جيت بوقتك زعيم، هذا الازعار خطف بنت حماي. لا والله العظيم ما خطفني، بالعكس حماني لما هرب من هالظالم هو وبنته. لك اخرسي، خرسي وسدي عليه. خلصنا بقى، شرفوا معي على المضافة لنتفاهم، وكل مين له حق بياخده. حفظتك بلايسي. شرفوا لشوف، شرفوا. هربت وراحت لعنده بعد ما حويناها كل هالفترة وطعميناها وصعيناها وشربناها وبالأخير وتفضحنا بالحارة. أنا ما فضحتكم، أنا هربت من ظلمك وظلم بنتك. كانوا مشغليني خدامة بالبيوت وعم ياخدوا تعبي وعرق جبيني، وفوق هاد ضربوا زلوا إهانات، وبده يجوزني لواحد أكبر منه بكتير مشان يقبض حقي خمس ذهبات. نحن بدنا مصلحتي، مو أحسن ما تجوزي هذا النوري؟ لا تغلط بالمرة عزام.
بعدين الجواز مو بالغصب، لا إكراه في الدين يا أبو نظمي. زعيم، أنا جوز خالتها ومون عليها ولازم تتجوز ثلثتي رأي. زعيم، اسألوها ليش هربت من دوما؟ ليش هربتي من دوما يا بنتي؟ السلام عليكم. أخي، أخي محسوبكم منصور ابن أبو منصور الجمال من دوما. أبي أبو منصور سيد تجار الجمال بدوما. هي المخلوعة بتكون أختي. قتلت اثنين من الضابطية لأنه حاولوا يتهجموا علينا. أنا كنت وقتها تجارة بالشام وأهلي الله يصلحون شاروا عليها بأنه تروح لعند خالتها وتتقاوى عند جوز خالتها. بس يا عيب الشوم، طلع جوز خالتها مثله مثل الفرنساوي، قليل أصل وندل. يا عيب الشوم عليك، ولك نحن اللي وقفنا معك هيك بتعمل. اسمعي يا أبو نظمي، تحمل حالك انت وبنتك وبتنقلع من الحارة، عم تفهم؟ دخيلك يا زعيم، انا رجال كبير والله مو خرج شنطتا. عم اقول لك انقلع من الحارة فورا. يلا زعيم مشان الله، والله التوبة ما بقى نعيدها. يلا يلا امشي امشي. ضربي سد ما يرد. يلا اختي خلينا نتوكل على الله ونرجع. منصور عود ارتاح شوي. لوين؟ لوين بدك تروح؟ فكر حالك خلصت مني؟ والله لدفعك الثمن غالي والله. ليش شو عامل؟ ليش هتعتقلوه؟ هذا المجرم تعرض لدورية أثناء تأدية واجبة، وقتل منا اثنين، ولك هذا بده شنهاد؟ لا بوس إيدك، اترك أخي. لا يا أبي، هذا الزلمة خلصني من بين إيدين هذا الواطي لأنه كان بده يعتدي علي بالبساتين. شو؟ كان بده يعتدي عليكي؟ الله، هذا الحكي مانو صح ابدا. مانو صح تلي ما؟ لكن هي الطبنجة لمين؟ شرف يا سيدي شرف. حضرة يوزباشي، بتفهم العريف تبعها انه شرفنا غالي مو رخيص، وهلا اذا ما بتحمل حالك وبتمشي انت وياه بصير قدامنا الركب. تمون يا زعيم، حقك امشي قدامي، حسابك بالكراكون. بالإذن منك زعيم، استنوا معك منصور. شرفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدك شيء مني زعيم؟